السلام عليكم جميعا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ طمنوني عنكم. اليوم بدنا نعلق على هذا المقطع اللي جدا جدا مهم لاسماء الشريف. راح تشوفوا كيف انه اسماء قالت نفس الكلام يلي انا كنت عم بقوله صار لي فتره، وكيف ايدتني، وكيف انه نسفت موضوع المؤامره، انه والله في مؤامره على المسلمين بالسويد وانه عم يخطفوا اولادهم وكذا. وهذا نفس الكلام اللي انا قلته، وأنا غيرت من موقفي لما اكتشفت إنه فعلاً في ناس عم تنشر فكرة المؤامرة، عم تضلل الناس وتنشر الكراهية والحقد، وبتعمل حملة كراهية ضد السويد. وهذا الشيء لو كان مقتصر بس على إنه ضد السويد يمكن أنا ما كنت اهتميت، ولكن لما صارت هذا التضليل والأخبار الكاذبة تأثر على حياة الناس وتخدعهم وتخليهم يخافوا ويحسوا انه كأنه في عدو واقف على الباب. تتذكروا هاي الكلمة كنت دائما اقولها انا، انه بحسسوك كأنه العدو واقف على بيتك وعلى بابك، واهرب. وصارت الناس، بعض العالم طبعا، صارت تهرب وتطلع من البلد بطريقة غير شرعية بدون ما تأمن اي شيء تاني، تروح على المجهول ومفكرة انه فعلا في عدو عم بيركض وراها ولاحقها. هذا كله كذب وتضليل وتدليس قامت فيه بعض القنوات، ومنهم قناة للأسف الفاجر مصطفى الشرقاوي، قناة شؤون إسلامية، وللأسف بعضه مستمر بهاي العملية رغم أنه عم يميين له هذا الموضوع. تعالوا نسمع أسماء شو عم تقول. أسماء واحدة من الناس اللي ثقة، وكثير من الناس يعني طلبت أنه والله كانت تاخذ أنه والله هاي أسماء، طب هاي طلعت من السويد لا، طيب كل شخص ممكن يترك السويد، كل شخص، هذا شيء مش غلط. أنا ممكن هلأ بعد فترة أترك السويد إذا إجاني فرصة أفضل. انا ما يعني انا من هاي السويد الحمد لله عايش فيها ومبسوط ومرتاح ومعي جنسيه وكذا، ولكن قد يجي وقت يصير في تتغير ظروف حياتي، الاقي فرصه عمل احسن او حياه افضل ببلد اخر، انتقل. بس هذا لا يعني انه انا اكذب على الناس واقول والله السويد وفي اعداء واقفين على الباب واهربوا ومؤامره وعم يخطفوا اطفالكم. كذب، هذا كذب. تعالوا نسمع اسماء شو عم تقول. اللي عم تقوله اسماء، يعني اسماء بالنهايه هي مش انسانه معصومه، ولكن حلو نسمع رايها، وكل واحد يحكم بنفسه. واهم فكره تاخذوها من هذا المقطع تبع اسماء، انه حتشوفوا بيتم اسماء انه عم تقول انه ما في مؤامره، ما في مؤامره، او مش مستعجلين تطلعوا من السويد. خذ راحتك، فكر، قرر، امن حياه اخرى، امن بدائل، على اساس ان انت ما تاخذ عيلتك على المجهول. تعالوا نسمع وشوفوا كلام اسماء كيف انه مطابق لكلامي اللي انا صار لي فتره عم بحكي فيه، والناس كلها عم تهجم، او قسم من الناس عم تهجم علي، للاسف الناس اللي مخدوعه أو ناس متطرفة ومتشددة. من السويد، وهو هل تنصحين ان احنا نسيب السويد ولا لا؟ او سؤال بيجي بصيغه تانية، انا عايز اسيب السويد، تنصحيني اروح فين؟ او حد يكون اصلا ناوي يروح السويد ويبتدي يغير رايه ويقول ايه ده، لا اما الف وارجع، اسماء هي كمان مشيت، يبقى انا خلاص ملهاش لازمه ان انا اروح السويد. اسئله كلها بتصب في هذا المعنى، فهل الناس فعلا تفضل في السويد ولا تمشي بره السويد؟ هي ان انا اقول نصيحه كده مباشره صعب جدا، لان كل حاله بتختلف عن الاخرين، وليس من النزاهه وليس من الواقعيه ان انا اقوم حد يبعت لي رساله اقوم على طول قايله له ايوه يلا سافر وامشي، لان الموضوع الانتقال من بلد لبلد ده مش شيء سهل ابدا، وخصوصا لو معاك اطفال كتير وخلاص مستقر والكلام ده كله. ومن هذا الكلام اللي بتقوله أسماء بتعرف إنه هي إنسانة محترمة، إنسانة بتحترم نفسها وبتحترم الناس اللي عم تسمعها وما بدها تخدعهم. وهذا اللي كنت أنا أقوله. أنا كنت أقول السويد يا أخي مش جنة، مش ملائكة، ولكن وقد تحصل أخطاء وفي أخطاء، ولكن ما هذا بيعني إنه والله كفار ومسلمين ومؤامرة والعدو واقف على الباب. تعالوا نسمع أسماء شو عم تقول. فخلينا ناخد نقطة نقطة ونفصلها، وانتوا بعد كده ايه احكموا براحتكم. اولا، محتاجة اي حد بيفكر ان هو يسيب السويد يفكر بموضوعية ويبعد عن المؤثرات الخارجية. شو قصدها اسماء بالمؤثرات الخارجيه؟ قصدها حملات التضليل والكراهيه والحقد والناس المتطرفه اللي عم تنشر اكاذيب وعندها اجندات عم تطبقها على وبتخدع الناس فيها باسم الدين طبعا. فهي شغله جدا مهمه، وهلا رح تشوفوا بالمقطع قالت كلمه جدا خطيره وجدا مهمه، وهذا الكلام اللي انا كمان كنت اقوله، انه احنا يا اخي ما عم نشوف شيء حوالينا، كل واحد فينا عايش بالمحيط اللي حواليه وبكل معارفه اللي هي على امتداد الجغرافيا السويديه، ما في مشاكل. اللي عم كل اللي عم بجيش الناس وبهيج الناس هو ما يتم تداوله من قنوات كاذبة، قنوات مضللة عم تلعب بمشاعر الناس وبتنشر أنصاف قصص أكاذيب. وأنا فرجيتكم على قناتي كيف إنه هاي القصص اللي كانوا عم ينشروها جبت كثير منها
وفي قصص ما قدرت اتابع وراها لانه ما عندي وقت، ولكن هنا شغال على هالموضوع. كيف انه بالدليل فرجيتكم انه هاي القصص كانت قصص كاذبه او قصص منقوصه، وكانوا يخفوا معلومات خطيره جدا ومهمه جدا، مثل المقطع اللي حكينا عنه بنظريه التعلق، كذبوا على الناس بقصه دياب وبقصه المحكمه وبقصه كثير قصص، المؤثر وحتى بقصه جورج، كيف جورج بتمه قدام الصحافه السويديه قال لهم انا لا استطيع ان اقول القصه كامله، مع انهم قالوا له هي مسؤوليتك انت كرجل عم تحكي على الاعلام لازم كنت تنقل القصه كامله، قال لهم انا لا استطيع ان انقل قصه كامله واقول للعرب لانهم لا يتقبلون الحقيقه وسيهجمون علي. يعني هو عم يعترف بتمه انه عم ينشر انصاف القصص، قصص منقوصه، وهذا كله بيكون كذب تدليس. انت بدك تحكي مع العالم اعطيهم القصه كامله واتركهم يحكموا. الخارجية اللي هي غالبا هتكون ايه؟ السوسيال، الطقس السيء اللي احنا فيه دلوقتي بتاع الشتاء، ارتفاع الاسعار اللي بقى مبالغ فيه، الضرايب المرتفعة، الشعور بالوحدة او انه مش عارف يربي اولاده ويسيطر عليهم كويس ويتوجههم للطريق الصحيح، او حاجات تانية مختلفة. طيب انا بهذا المقطع راح اركز بس على فكره الاولاد والسوسيال، ما راح احكي عن قصه الاسعار والطقس لان هاي الامور مش مهمه اصلا، وهي امور يعني لا علاقه لنا بها ولا نستطيع تغييرها اصلا. الاسعار بكل الدنيا، ومع هيك طبعا الدوله هون بتعطيك كثير شغلات راح تسمعوا هلا من اسماء. إذا هذا موضوع مش مهم، المهم هو موضوع الاطفال والسوسيال. تعالوا نسمع ونشوف. طيب خلونا نتحدث على اول مخاوف، وهي اكبر حاجه دلوقتي اللي هي السوسيال. هل انا لو قعدت دلوقتي السوسيال هيجي ياخد ولادي وهو مستقصد العرب والمسلمين والكلام ده كله؟ انا بص عشت في السويد 8 سنين وخارجه من السويد ومفيش ولا مره السوسيال دق على بابي. حلو، أنا عشت في السويد 10 سنوات وما فيش ولا مرة حصل مشكلة ولا سمعت حدا من كل الناس اللي أعرفهم إنه إجا سوسيال وأخذ أولادهم، ما بعرف حدا من كل معارفي اللي هن كتار جدا بالبلد إجا سوسيال وأخذ أولاده، ما بعرف حدا. فقط قصص بنسمعها ولما نتابع وراهم بنكتشف إنه يا أخي المشكلة بتبدأ من الأهل. ولا حصل اي مشكله، ولا حصل لاي حد من الدايره المحيطه بيا اي مشكله مع السويد. شفتوا؟ هاي كلمة جدا مهمة، ولا حصل مع أي حد من الدائرة المحيطة بي، وأنا نفس الكلام وغيري نفس الكلام وغيري نفس الكلام. فإذا من وين الناس عم تجيب الخوف والهلع؟ من الإنترنت، من الناس اللي عم تكذب، وخاصة إنه ناس أصلا بتكون مش موجودة جوا البلد، ناس بأندونيسيا وناس مش عارف وين، بدها بس محتوى تحكي فيه وتطلع فلوس. سوسيال يعني انا مثلا مش خارجه هربانه او شيء، ولكن ما اكدبش عليكم ان السوسيال كان احد العوامل، احد وليس هو الاساس اللي يخلينا ان احنا نسيب السويد. لان انا ما اقدرش اقول لكم دلوقتي لا يا جماعه السوسيال مش هيخش بيتكم، مش هيقرب لكم، مش هياخد ولادكم، وفي نفس الوقت ما اقدرش اقول السوسيال ملاك وما بيعملش حاجه وحشه وانتم المفترين عليه. الى ان تتضح الامور ويظهر قانون جديد بيفرض رقابة على موظفين السوسيال ويعاقبهم لو عملوا غلط، لأن في نص في القانون بيقولك أنا مش هعاقب موظف الحكومة على شيء عمله لأنه هو اجتهد. فلو الحاجة طلعت غلط مش معقولة هعاقبه مرتين، إن هو بذل مجهود في اجتهاده وبعدين أعاقبه عشان خاطر النتيجة طلعت غلط، فمفيش حاجة بتعاقبهم. وفي نفس الوقت موظفين السوسيال مش ملايكة، ممكن يكون فعلا في واحد عنصري أو واحد انتبهتوا؟ في واحد عنصري، في واحد كذا، وبالنهايه هاي الدوله فيها قانون، في محاكم، في تحقيق، في الموضوع مش مثل ما هن عم بيصوروه انه غابه وفوضى وعشوائيات واولادكم كلها حتخطف، لا هذا الكلام كذب، كذب. مش حابب وجودك، او واحد متضايق منك، او محدش عارف. كمان موظفين السوسيال اغلبهم سويديين، طبعا الناس هتقول لا في عرب، انا عارفه ان فيهم عرب وفيهم اجانب، ولكن وكتير منا متفق على النقطه ديت، ان العرب او المهاجرين اللي بيشتغلوا في المؤسسات الحكوميه بيبقوا ملاكين اكتر من الملك، وبيبقوا عنصريين اكتر من اي حد تاني، بيبقوا عايزين يطبقوا قانون هو مش موجود عشان مزاجهم، عشان يثبتوا للي حوالين منهم او للسويديين ان احنا اهل بلد اكتر منكم وان احنا محافظين على البلد. طيب انا بس حبيت اضيف معلومه على هذا الكلام، انه هو كلام طبعا مش مثبت 100%، يعني ما فيش حقائق فيه، ولكن هو قد يكون فيه البعض هيك، ولكن بنرجع بنضيفه للصوره الشامله انه ما في مؤامره، وبنضيفه لموضوع انه السوسيال بتم اسماء 8 سنوات بحياتها وانا 10 سنوات بحياتي في السويد لم يتطرق لاحد ولم يدخل لبيت احد ولا تعدى على احد. فهذا بدل انه قد يكون في حدا عنصري، ولكن لما تصير في أزمة، لما يصير في مشكلة، لما يصير في والله ضرب، يصير في عنف، يصير في ابنك اشتكى عليك، بنتك اشتكت عليك، واحدة من هاي الأمور، في إجبار، في إكراه، هون ممكن يكون في حدا عنصري، ممكن. ما عم نقول انه والله دائما لا، وبتاخذ حقك، إذا الحق معك رح تاخذ حقك. يا عم البلد فيها قانون، فيها محاكم. اكتر منكم، احنا اصلا مش عايزين الناس دي عايزينها تمشي، وده شفته كتير جدا وناس كتيره بتشتكي منه. طبعا في ناس كويسه، ولكن
ده الأغلبية اللي الواحد مش شافها، عارف. وأصلا القانون فيه من الميوعة ما يخليه يلبسك القضية أو يطلعك من القضية. نفس الكلام في الهجرة، أنت بتلاقي اتنين نفس الحالة والاتنين رايحين عند محققين مختلفين، واحد أخذ الإقامة وواحد ما أخذش الإقامة. مع هذا الكلام في منه صح، ولكن مش معناته انه في تلفيق، في ممكن في تفسير، كل واحد بفسر القانون او بشوف كيف يطبق القانون حسب هو فهمه وحسب صلاحياته، ولكن مش معناته انه هو بتبلى عليك. انتبهوا بس للتوضيح، مش معناته انه هو بتبلى عليك، لا. ان الاثنين مثلا قد يكون مستحقين الاقامه او الاثنين مش مستحقين الاقامه، ولكن لان يعني اعطي مثال، اجى عندي اجى المدرسه بلغت السوسيال انه في ولد يا اخي عليه علامات زرقاء، عليه مش عارف شو، ممكن يكون مضروب. طيب بيجي السوسيال بيمسك هذا الولد، بيعمل معه تحقيق، لو شاف انه كفت انه هذا الولد قد يكون تعرض فعلا لعنف، وبعد ما يحكي مع الاهل طبعا وكذا، ممكن ساعتها هو يستخدم صلاحياته بانه لا، ياخذ الطريق الاسلم ويقول لك لا، انا هذا الولد تقريبا شاكك انه يا اخي الحيثيات بتقول انه هذا الولد فعلا وضعه مش سليم، يعني يمكن مبين على في عليه علامات ضرب، في عليه شخصيته مهزوزه، مبين عليه خايف، نظرات عيونه، الاب علاقه كيف عم بيتصرف معنا، بيجي بهددنا، ما بيجي عصبي، فبقول لك لا، انا حاسس انه هذا الولد علاقته او البيئه اللي هو موجود فيها مش سليمه له، فساعتها بستخدم صلاحياته بسحب الطفل، بس مش معناته انه هو بيتبلى عليك، لا، هو في يعني في دلائل موجوده قدامه، وهو بيستخدم طريقه تفسيره للقانون وصلاحياته بانه يختار الجهه الافضل للطفل، فهمتوا؟ يعني بروح الشك للطفل، مش بروح الشك لمين؟ للعيله. إذا كان الموظف شاكك إنه الطفل فعلاً عم بيعاني أو متعرض لأذى، في علامات عليه إن كان نفسية أو جسدية، فممكن يطبق صلاحياته فهذا بفسر ليش ممكن واحد يعطي فرصة زيادة وفي شخص لا، بيكون صارم أكثر بيقول لك لا، تماماً مثل حكم بكرة القدم، في حكم بتلاقيه مخالفة اثنين ثلاثة بضل يحكي حكي، في حكم مباشرة بيعطي كرت أصفر، وفي حكم مباشرة بيعطي كرت أحمر، ما هي الدنيا، فأنت الأساس إنك أنت تنتبه على أطفالك وتربيهم صح، وما تفوت يعني ما تعرض عائلتك للخطر. هذا راح تسمعوا كلام من أسماء. قانون مرن جدا وفضفاض قوي، تقدر تلبس الحاله ديت لده وتقدر تلبس الحاله ديت لده. فزي ما قلت لكم انا ما اضمنش ان السوسيال مش هيقرب لكم، ولا طبعا هي ما هتقدر تضمن شيء طبيعي، ليه؟ لانه في قانون بالبلد بيقول انه يحق للسوسيال صاحب الطفل ان توفرت بعض الشروط او شروط كذا وكذا وكذا. اما انا ايمت بقول لك انا بضمن لك انه ما يسحب لك طفلك، اذا كنت عايش ببلد اخر مثل مثلا بلد عربي ما في اصلا مؤسسه اسمها سوسيال، وما في اصلا حدا بيسحب، ولا في قانون اصلا بيقول انه هيك، انا بقول لك نعم مضمون ابنك ما ينسحب. اما في السويد ما حدا بيقدر يضمن لك، لانه في قانون بيجيز سحب الطفل ان توفرت شروط معينه، فاذا انت ضربت طفلك سيسحب. هذا هو الكلام اللي عم تقوله اسماء. فمعنى كلامها لو انت، وهلا رح تسمعوا منها، لو بتتبع القوانين وبتفهم القوانين وبتحترم نفسك وعائلتك وبتخاف الله فيهم، ما حدا بيقرب لك، والدليل انه قعدت 8 سنوات وانا 10 سنوات وغيري 20 سنه، بعرف ناس كثير صار لها 20 سنه 25 سنه وما عندهم اي مشكله ولا اصلا بفكر يترك السويد. لكن خلينا نقول ونكون واقعيين، ان انت لو انت علاقتك باهل بيتك كويسه وبتتقي الله في اهل بيتك، اهل بيتك مقصود بيهم مراتك واولادك وانت وزوجك واولادك، لو انتوا علاقتكم كويسه ومبنيه على تقوى الله واحترام الاخر، صعب جدا ان السوسيال يقرب سمعتوا؟ أهم جملة بهذا المقطع كله. لنا، لان السوسيال غالبا بيجي من انهي باب؟ باب الدكاتره، انت ما بتروحش الموعد الطبي او تتذكروا هذا نفس الكلام اللي أنا حكيته، قلت لكم السوسيال أصلاً مؤسسة مستقبلي، ما هو بيجي لعند الناس، لا، هن بيتصلوا فيه. بتتصل فيه المدرسة، بتتصل فيه الطبيب، بيتصلوا فيه مثلاً ممكن الجيران، ولكنه مش معناته دغري هيك يلا بيجي سوسيال وبيصدق، لا، بيجمع معلومات عنك وبيتأكد، يا عم البلد فيها قانون أقسم بالله. والدكتور نبهك على حاجة معينة كذا مرة كذا مرة كذا مرة والطفل طيب كذا مرة كذا مرة كذا، يعني إذا أنت ما بتفهم وابنك عم بيخرب صحته وأنت إنسان ما بتفهم، شو بده يسوي لك؟ بده يخليه معك؟ لا، بده يسحب الطفل، لأنك أنت إنسان ما بتفهم، ما عم بتقول لك كذا مرة كذا مرة كذا مرة كذا مرة. لما بده ينتظروا عليك لحتى ابنك يموت مثلا؟ أو أسنانه كلها تتسوس ويخلعوا له إياها مثلا؟ لا، لأنه هون البلد محترم، كل إنسان فرد قائم بذاته وله حريته وله كيانه واستقلاله. حالته بتتدهور، فيبتدي يعمل بلاغ قلق من المدرسه، الولد بيجي ريحته مش نظيفه، مش مسرح شعره، مش مركز، بينام متاخر ويصحى متاخر الدولة بتعطيك مساعدة الطفل، بتضلها تعطيك مساعدة فلوس من عمر الصفر لعمر ال 18 سنة أو 16 سنة. طب أنت لما ابنك عم بيروح ثيابه خربانة أو ريحته بشعة ومش نظيف ومش وصحته هزيلة، ليش؟ ما عم تعطيك فلوس لحتى تصرف على أطفالك، تهتم فيهم.
وعلى طول في غيابات، فتبتدي المدرسه تعمل بلاغه لان الطفل ده غير مهتم بيه، الجيران شايفين ان في صويت وزعيق وضرب طول الوقت، فيبتدوا يعملوا بلاغه. هي انا صار لي 10 سنوات بالسويد، ما في جار اشتكى علي، صوتي ما بيطلع انا بالبنايه، الحمد لله. بالعكس، انا رحت مره اتصلت بالشرطه واشتكيت على جار سويدي تحت، مش بنايتي، بنايه قريبه شوي علي، لانه ظلوا مشغل الموسيقى بحفله يوم سبت للساعه 2 الفجر. رحت طلبت الشرطه دغري سكر مباشره، قال لي خلص انا اسف واللي بدكم اياه. يا اخي البلد فيها قانون، لو ببلد عربي بطخك بطخك. او البلاغ الكايدي اللي هو حد متضايق منك اصلا وحابب يعمل فيك. وهذه النقطة هون جدا مهمة، البلاغ الكيدي في ناس بتفكر انه أي واحد بتبلى عليه، لا حبيبي لا حبيبي، لما حدا يتبلى عليك أول شيء هو إذا طلع كذاب يحاسب. غير هيك الدولة بتسألك، بتجمع معلومات وبتشوف، ويمكن بيسألوا الجيران، بيسألوا الكذا، بيشوفوك أنت بيحكوا معك شخصيا، بيشوفوا الولد بيحكوا معه، بيشوفوا إذا في دلائل، إذا ما في دليل انسى حبيبي، ما حدا بيرد عليه أصلا. زي ينتقم منك عن طريق اولادك فيروح مبلغ عنك وانت اصلا بتكون مظلوم. وده من الحاجات اللي خلتني اخاف ان انا اكمل في السويد بسبب النقطه ديت، ان انا شخصيه عامه واكيد عندي اللي بيحبوني وعندي اللي ما بيحبونيش، فان انت تبقي قاعده مستنيه يحصل لك بلاغ قلق. هذا الشعور ما في داعي له يا أسماء، ما في داعي، أنت صار لك 8 سنوات بالبلد وصار لك من زمان شخصية عامة وما حدا قرب عليك، ولا حدا بيسترجي يقرب عليك أصلاً، طالما ما أنت ما عاملة شيء انسي، ما تخافي، وهذا الكلام بقوله للجميع. كايدي سواء مثلا في الضرايب ولا في السوسيال ولا في اي حاجه، مش حاجه لطيفه. طبعا الواحد في بريطانيا هنا عنده سوسيال وفي يعني ممكن ياخدوا الاولاد طبعا، ولكن نظام التعامل في الحالات دي هنا شويه مختلف، خصوصا ان في عرقيات مختلفه، وعارفين ان البيوت او التربيه والثقافات المختلفه. طبعا بريطانيا مجتمع شوي مسيحي اكثر، يمكن محافظ اكثر، شيء طبيعي صح، هذا الكلام مزبوط، ولكن هذا ما بيعني انه السويد هي بلد فيها غابه وما فيش قانون وما في... لا 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 ابدا. فديت بتختلف من بيت لبيت، وان في طرق تربية مختلفة، فهم بيراعوا الكلام ده كله ما دام ما بيضرش الطفل، ما دام هم الطفل ما زال في امان. ولكن مثلا ابوه وامه بيزعقوا له لا طب تعالى هنا، ويدوهم دورات تدريبية حوالين ازاي يتملكوا اعصابهم، ازاي يربوا من غير عقابات والحاجات دي كلها، فبيبتدوا يدوا فرص للاهل والطفل معاهم. انما انا مش هستنى بقى اما هم يجي بلاغ قلق ويقول لك اسماء بتعذب العيال مثلا ويقوموا واخدين العيال، وافضل بقى ايه في محاطرات لمده سنه ونص وسنتين، والله اعلم هتخلص على ايه. الطفل خلال السنتين دول نفسيته اتاثرت ازاي، وهو انتشل من مكان واتحط في مكان. ده الواحد بيغير من بيت لبيت بيتعب، فما بالك بقى لما يغير من بيت وأهل وثقافة ودين، كل حاجة مختلفة عن التاني. فأنا ليه أحط ولادي في الحتة ديت؟ فزي ما قلت، لو أنت بتتقي الله في بيتك وأهلك وأولادك فإن شاء الله ما تقلقش. طب لو ما بتتقيش الله وأنت على طول عمال بتضرب وتشلط وتزعق والولاد على طول متضايقين ومتنرفزين، لا أنت لازم تراجع نفسك. صح، محتاج تراجع نفسك عشان خاطر أولادك بالمناسبة، وعشان خاطر علاقتك بيهم، مش عشان خاطر إن أنت تقوم وهذا نفس الكلام اللي انا حكيته، نفس الكلام، ما فيش جديد. واخدهم ويلا نهرب من هنا عشان خاطر السوسيال هيتدخل فيا. ما هو انت اللي فتحت له الباب وقلت له تعالى خش بيتي. انت لو قفلت الباب في وشه بمعاملتك الطيبة وبالتفاهم وبالحوار، تتذكروا قديش كنت احكي الحوار الحوار الحوار، تتذكروا؟ الدنيا مش يعني الدنيا هتكون ملمومة اكتر بإذن الله. واوصيكم بالدعاء، ادعوا ربنا يحفظ اولادكم ويحفظ عليكم دينكم ويبعد عنكم اي شر يا رب العالمين. تاني حاجة، موضوع مثلا غلاء المعيشة، طيب هذا الموضوع اللي ما حنحكي فيه، لانه موضوع الاسعار مش مهم، يعني هذا الموضوع بكل العالم. خليكم معي بس شوي صغيره. انا وجوزي اما بنحتك مع بعض اكيد بتحصل نتيجة الاحتكاكات ديت مشاكل. فدايما بصوا للجانب الايجابي قبل ما تبصوا للجانب السلبي، وكبروا الجانب الايجابي كده في نفوخكم عشان شوية يعينكم على تجاوز هذه الازمة. من النقاط اللي ذكرناها برضو ان انا مش قادر اربي ولادي في السويد، والحقيقة النقطة ديت انا حضرت فيها كلام كتير جدا ونفسي اقوله، وحتى كلام من قرأته بعد ما كتبته حسيته شوية مجحلص كده وكبير، بس هي دي الحقيقة. أنا كأسماء، أنا بتكلم عن نفسي، أنا كنت عندي وما زالت عندي قناعة إن أنا صعب إن أنا أربي أولادي في السويد تربية إسلامية صحيحة لعدة أسباب. أولا أنا كأسماء الكبيرة أقدر إن أنا أمارس شعائر ديني في السويد وأحافظ على ديني على فكرة، ومحدش يعني محدش بيعترضني ولا حد بيقول لي إيه الحجاب ده، ولا حد بيمنعني من مسبح، ولا حد بيمنعني من دخول مكان معين لمجرد ان انا لابسه الحجاب. في شويه عنصريه يعني مش هنقدر ننكر، ولكن مش العنصريه اللي تخليك تكرهي عيشتك وتمشي من البلد دي. انما بقى الاولاد انا ماشي بربيهم في البيت
وبديهم القيم والاخلاق اللي انا عايزاهم ان هم يكبروا عليها، وهم اخدوها من هنا. اللي بيحصل ان هم بيروحوا المدرسه وقيم المدرسه ومنظومه التعليم في السويد والاولاد نفسهم وطريقه تربيتهم، كل ده بيهد في ثواني اللي انت عملتيه. يعني هو ما ينفعش حد يربي عياله كويس في السويد. فيه واعرف نموذج واحده، انا يعني مش عايزه اذكر اسمها، في ستوكهولم تحديدا، ما شاء الله لا قوه الا بالله، ولادها اللهم زد وبارك ما شاء الله، البنات منهم محجبات، الاولاد حافظين قران ومحافظين على الصلاه، عارفين الصح. هذا كله في السويد، هذا كله في السويد، وانا فرجيتكم في سويديين عم بيأسلموا، صح؟ وهلا رح تقول هي نقطة مهمة، انه هذا بيرجع للتفاهم بين الأب والأم. والغلط عن قناعة بأمرت إن البنت منهم لما كانت بتلبس الحجاب وكان بيحصل معاها تحقيق زي كالعادة، يعني إن هم بيجيبوها حد أكبرك هتكلم. طبعا هذا الكلام مش بهي الطريقة اللي عم تحكي، انه والله يعني مخابرات وكذا، لا، هي ممكن مجرد سؤال، مجرد كذا، لو في مثلا بعض الكلام، بس مش معناته انه والله تحقيق يعني، انه والله في شرطة لا، مش لهالدرجة. هي تقصد هيك يعني أسماء؟ الكلام ده اوعي تكوني مجبره على الحجاب، انت فيكي تقلعيه، انت عندك حريه شخصيه، والكلام اللي بيحصل في السويد فالبنت هي اللي كانت بتقف تصلخهم. انتبهتوا؟ وهذا اللي كنت انا احكي، اقول ما تجبر اولادك، طالما بنتك هي بدها تتحجب وهي مقتنعه وفي تفاهم بينك وبينها، خلص ما تخاف عليها بالسويد، طالما هي عم تحكي. هن بهمهم يسمعوا من البنت انه مش مجبره، ومش معناته انه هن حيسالوا كل البنات، لا، هي مجرد ممكن يسالوا بعض البنات لو في صار في مثل ما بيقولوا يعني سبب او مناسبه لهذا الحوار، هن ما بيمسكوا كل وحده وبيسالوها، لا. تصلخهم وتقنعهم بالحجه والبرهان ان انا اللي عايزه الحجاب ده، لان هي البنت فعلا اللي بتكون لابساه عن قناع. وفي نموذج تاني لواحده قابلتها كانت بتقولي انا ايام الجامعه كانت اصلا جايه من مصر بشعرها وتعلمت الاسلام في السويد. تخيلوا، ها، تعلمت الاسلام في السويد، اصلا في كثير ناس بالعكس بيجوا لهون بيلتزموا بدينهم اكثر، لانه بيحسوا قديش الدين كان حلو، قديش الدين فيه بيعطي شعور بالراحه والطمانينه بمجتمع مادي. وهي قالت كلام اسماء بتمها، قالت انه في السويد ما حدا بيجبرك ابدا ولا بتعدى عليك، ولك حريه العباده، ولك حريه الاعتقاد، ولك، صح؟ وهذا الكلام اللي انا كنت اقوله دائما. ولبست الحجاب في السويد وبقت تطلع في قوافل للنشر الدين الإسلامي في الجامعات، وحتى جابوها في التلفزيون. الكلام ده كان من 20 سنة. دلوقتي بتقولي أنا ما أقدرش أعمل أي حاجة من اللي أنا بعملها دلوقتي لأن الزمن اتغير، فالناس النماذج الحلوة ديت تحس إن هي حالة فلتة كده، صعب إن هي تتكرر من ناحية ومن ناحية لا، هي موجودة في السويد وبكثرة، ولكن هلا رح تقول هي نقطة مهمة جدا. هي تانية. هم الناس دي نجحت، بحسهم نجحوا. ركزوا معها، ليش نجحوا؟ وهذا الكلام اللي أنا كنت أقوله دائما دائما، لما يكون في خلاف بين رجل ومرته، لما مرتك تشتكي عليك، لما الرجال يشتكي على مرته، لما البنت تشتكي على الرجل، لما البنت تشتكي على الأم، عيلة مفككة، ساعتها أنت بتعرض نفسك لمشاكل وبيكون السوسيال له عليك سلطة. بينما شوفوا شو رح تقول أسماء. لان الاب والام متقين الله قوي 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 وبيبذلوا مجهود كبير وبيدعوا ربنا، فعشان كده ربنا حفظ لهم اولادهم. معنى كده يا اسماء ان انت ما تتقوش الا انت وجوزك وهو ما تدعيش. الواحد يعني بقول ربنا يثبتنا ويحاول، الواحد بيلصم نفسه. والحوار صرت حكيها 100 مره، الحوار والحنان والحب مع عيلتك واولادك، واولادك تعاملهم انه هم ابطال، وانه هم اذكياء، وانك تعطيهم التحفيز وتحببهم بالبيت، تعملهم جو حلو بالبيت، تجيب لهم حيوان قطه، او مثلا يصيروا يحبوا جو البيت، تاخذهم مشاوير، تسفرهم، تفهمهم دينهم، تاخذهم على الدول العربيه يشوفوا العادات والتقاليد، تفرجيهم الامور الحلوه، تبعد عنهم الناس اللي بتنشر طاقه سلبيه والناس الفاسده اخلاقيا، هذا كله بيحميك، والتفاهم بينك وبين مرتك. نفسه بس مش اقدرش اقول ان انا وعمر على مستوى من التقوى اللي ربنا يحميني بيه اولادي، فعشان كده انا بجتهد على قد ما اقدر وبدعي لهم كتير، وفي نفس الوقت حبيت ان انا ابعدهم عن هذا المناخ اللي انا كنت شايفه فيه ان هو ما ينفعش يتربوا. فلو انت شايف ان انا تقدر تربي اولادك في السويد تربيه صحيحه ما عنديش مشكله. بالمناسبه انا كنت بوديهم المدرسه وفي البيت بديهم دروس قرآن ودروس عربي وعقيدة والكلام ده كله، يعني أنا كمان بدعمهم في البيت. بس عايزة أقول لكم المدرسة لما عرفت إن هما بياخدوا دروس في البيت المدرسة منعت الكلام ده، قالت ما ينفعش أبدا، المدرسة للمذاكرة والبيت للعب فقط، ولو سمحتوا وقفوا الكلام ده كله. هذا الكلام مش مزبوط، وهي لك حق تشتكي عليها لهي المعلمه، لانه اسالوا الناس اللي بالسويد، معظم الناس اللي ملتزمين بدينهم بالعكس بياخذوا اولادهم بياخذوهم على نشاطات وبدربوهم وكذا، ولكن هي قد تكون فهمت عليك غلط، قد تكون فهمت انه انت عم تعطيهم كمان اعمال منزليه
عم ترهق الاطفال، هي هيك بكون قصدها، انه هي عم يدرسوا بالمدرسه وعم بتدرسيهم كمان بالبيت. اما لو انت فهمتيها انه لا، هذا هي انشطه مثلا اخذتيهم على مركز اسلامي، على مسجد، على حتى لو بالبيت، يعني عمل ترفيهي بس فيه تعليم، بالعكس ما إلها تحكي معك. وهذا اصلا شيء يشجع عليه القانون في السويد. فوت اقرا القانون بالسويد، تعرف انه بالعكس هذا الشيء مطلوب في السويد، خاصه تعليم اللغه الام، هذا شيء موجود، وتعليم الكالتشر وتعليم الكولتور وتعليم الدين، هذا شيء موجود ومكفول بالقانون السويدي. فهي قد تكون فهمت عليك غلط يا أسماء، جت مرة فترة أو قد تكون هي إنسانة مش منيحة ويعني حكت معك بطريقة غير قانونية وفكرت إنه هذا الموضوع راح يمر، بس أنت فيك تتابعيها وتفرجيها إنه هذا الشيء ما إلها حق تحكيكي بهذه الطريقة. صالح اما سمع الكلام ده بدأ ان هو يستهبل ومش عايز يحضر درس العربي ولا درس القرآن، ويقول لك المدرسة قالت ما تاخدوش في البيت. طبعا ولا المعلومات، دروس اللغة العربية أصلاً موجودة في المدارس السويدية بقوة القانون، يعني القانون هو بيعطي الحق للطفل وبيأمنوا له مدرس بيحكي عربي إنه يدرسه لغة الأم، هذا شيء مكفول بالقانون وحتى مثبت بدراسات علمية في السويد إنه هذا الشيء لمصلحة الطفل وبنمي قدراته ومعارفه، وهذا شيء موجود في السويد ومكفول لكل المدارس ولكل الطلاب إنه يعطوهم تعليم باللغة الأم. بتلاقي في أستاذ سويدي عم يدرسه وفي معه أستاذ عربي قاعد معه وبيشرح له وبفهمه باللغه الام. بس هذا اللي حبيت اقوله، خلينا نشوف بعد اذا في شيء مهم نسمعه عشان نخلص ما يكون المقطع طويل. او خلينا نقول المجتمع حوالين منك اللي انت تقدري تحطي فيه اولادك او انت تحطي فيه اولادك وشايف ان الضرر بتاع المجتمع ده قليل، خليك في المجتمع اللي انت فيه. لو شايف ان المجتمع اقوى من البيت فده قرارك بنفسك. هو ده يعتبر يعني اوس انا السويد بحبها جدا، انا كنت متخيله انا كنت بحب السويد كده. تفضل. شايفها هاي الجملة خطيرة جدا ومهمة، عم تقول لك انا ما كنتش متخيل قديش انا بحب السويد. طب لو هاي البلد فعلا زي ما بوصفوها مصطفى الشرقاوي وغيره من القنوات الكذابين المدلسين، راح تلاقي انسانة بتقول هذا الكلام بعد كل هذا اللي عم نسمعه، بلد مؤامرات وكفار وبيخطفونا وبيضربونا وبيعملوا لنا. تفضلوا، بتقول لك انا بحب السويد. اسمع اسمع، لانه شافت في السويد حياة حلوة. اسمع، ده بصراحة السويد فعلا وحشة. لو شايف ان المجتمع اقوى من البيت معين منها، مثلا الهدوء اللي انا مفتقداه دلوقتي، مش متخيلة انا كنت بحب السويد كده بصراحة. السويد فعلا وحشاني، وانا اتعودت في السويد على نمط حياة معين منها، مثلا الهدوء اللي انا مفتقداه دلوقتي وحاجات تانية كتير. بس اسماء عايزة ترجع السويد، انا نفسي ارجع، بس انا طول ما انا معايا اولاد وفي سن نمو، حاسه ان ربنا هيحاسبني يوم القيامه على الاولاد ديت، هيقول لي انت عملتي فيهم ايه. وهذا شيء كل الاحترام لأسماء، كل الاحترام، لأنه هذا حقها الطبيعي وهي مخاوفها وهي أفكارها، وهذا ما بيعني إنه هذا الكلام اللي هي عم تقوله بينطبق على كل الناس. كل شخص له أهداف وله سلوكياته وله طريقة نمط الحياة تبعه وله ظروف حياة مختلفة، ظروف حياتها في السويد غير ظروف حياتي وغير ظروف حياتك و. ولكن كل الاحترام للي عم تقوله أسماء، لأنها عم تحكي كلام صادق ومن القلب، وهذا الحقيقة عم تقول، هي الحقيقة اللي هي بتشوفها. كل إنسان بشوف الحقيقة من جهته، وإنت واجبك تقول الحقيقة كما هي، ما تدلس وتخوف الناس. فالكلام اللي عم تقوله أسماء صراحة رائع جدا وبحييها عليه. ايه، هل انت ربيتيهم كويس ولا لا؟ هل انت وفرت لهم مناخ يقدروا يعبدوا الله ويعرفوا الله على حق فيه ولا لا؟ خلينا كده بقى نلخص الموضوع. لو انت عايز تسوي سويد عشان خاطر السوسيال، فالسوسيال مش واقف على بابك، انت بتقي الله في اولادك وما تفكرش في الهرب، فكر ازاي تحسن علاقتك باولادك الاول، وبرضه ما اضمنلكش ان هو مش هياخد الاولاد. طبعا لانه في قانون بيسمح لصاحب الطفل اذا توفرت شروط. فمثل ما قلت لك، اتق الله وعاملهم منيح وقرب منهم وكون انت انسان محترم وبتشتغل على نفسك وبتتعب على نفسك بالبلد وكون معارف وكون وابني نفسك ماليا واجتماعيا، ما عندك اي مشكله. طبعا هذا كله بيد رب العالمين. لو بتتكلم عن الطقس، فالطقس وقت قصير وهيعدي، بس حاول تاخد فيتامينات وتعمل رياضة. ولو فكرت ان انت تروح بلد تاني حر، فانت غالبا هتتعب من الحر زي ما انت تعبان من غياب الشمس، فهتلاقيها محصلة بعضها. لو على الاسعار، الاسعار عالية في كل البلاد. لو على الضرايب، فانت على الاقل بتاخد بديل للضرايب دي خدمات تانية تعوضك عن كمية الضرايب اللي انت بتدفعها. مش عارف اعيش من غير اهلي، قلنا نحاول نشوف الحاجات الايجابية. لو ما اقتنعناش ولسه الموضوع ده مأثر علينا، خلاص اتحرك استخير وتوكل على الله وانطلق. مش عارف اربي ولادي، شوف انت كأب وأم عارف تسيطر على أولادك وتوصلهم الآراء والمعتقدات اللي انت عايزهم عليها ولا مش عارف؟ لو انت شايف ان انت تقدر تعمل كده على بركة الله، مش شايف
فأرض الله واسعة. في طبعا نقاط كده متفرعة، زي مثلا أنا مش حاسس بالسعادة في السويد. ليه؟ أنا مش عارف، بس أنا مش حاسس بالسعادة. طيب ها، المهم خلاصة الموضوع، ما في مؤامرة ولا في عدو واقف على الباب، وكل إنسان أنت وزوجتك لو بتعملوا عائلة مزبوطة وبتربوا أولادكم على الحب وعلى الحنان وعلى الاحترام وعلى الحوار، ما في أي مشاكل. علمهم دينهم، في حرية كبيرة في السويد، أنت حر تعمل اللي بدك إياه. أصلاً في المدرسة هم حياتهم مادية، ما بتدخلوا بالأديان، فأنت عندك قوة كبيرة إنك تقدر تزرع هاي الأمور ببيتك، لأنه ما في حدا عم بيواجهك بهاي الطريقة. علمهم، ربيهم، ما حدا بيقرب عليك. واهم اهم اهم شغله تعرف انه ما في لا مؤامره ولا في اي عدو واقف على الباب. بتحب تنتقل من السويد، ما في اي مشكله، ولكن بدون عجله، بدون انك يكون عم تطلع بسبب الخوف والهلع وتاخذ قرارات خطا او قرارات لا سمح الله تاخذ اطفالك او عائلتك للمجهول وتندم على هذا الموضوع. ديروا بالكم حالكم، كان معكم خالد، والسلام عليكم.